متاكد من ايه؟ اولا الكلام اللي انا هقوله ده كلام انا واثقه فيه 100%. اوكي. لاني سمعته من اكتر من حد بره الاكاديمي وكمان جوه الاكاديمي. اتاكد لي الكلام. اوكي. نور يعمل نفسه ان هو بيحب رنا. ليه ما اعرفش؟ انا لحد دلوقتي مش قادر افهم ايه الهدف من الموضوع. والله العظيم يعني انا فهمت عرفت اللي حصل وما فهمتش ايه الهدف. رنا اكمل بعد كده. قولي اللي انت عايزاه اسمعه للاخر. ميسا ليليا ونور اعمل نفسك بتحب رنا. انا عايزه افهم ايه الهدف. نو واي. اي 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 اللي قال لك الحاجه هذه تو توقف قدامي و17 كاميرا صور الحاجه. استنى اخذرني انا ياي. فما دي كاميرا يا رنا كي تخرج من الاكاديميه تشوف. بربي لحظه باش نقول لك حاجه. انا من الاشخاص اعمل روحك الناس الكل تعرفني. اذا كنت قلت والله وحلفت ب60 حزب طبيعي تقول لكم ما تكسرش راسك. تقولي مش لا انا فاهم. انا كان ممكن اسكت وما قلتش حاجه بس انا مش من عادتي ان انا اسكت. انا من عادتي ان انا بواجه اللي قدامي. عزيزتي شنو البيت نتاعها باش احنا نقولوا لي اعمل روحك تحب رنا. خليني نحكي لها. باهي لعلمك انه انا بالنسبه لنا والقران والرحمن بالحق فتت والله العظيم ما فهمش من سي بيزار وحياه امي الغاليه. اسمعها الاول عشان لحظه خلص بعد ياي. الكلام اللي انا سمعته ياي. اللي هو قاعد يدور في الاكاديمي الكل حتى من الاشخاص اللي حكوا لك الحكايه هذه اللي هما جاوا حكوا لنا احنا ثلاثه الاشخاص. على فكره اللي يحكي لك يجي يحكي لنا يا رنا. اللي قاعد يحكي لك هو نفسه يحكي لنا. شنو حكي لنا؟ انه انت تحب نور. باهي انه انت تحب مين الشخص. قولوا خليني نحكي. ليليا ما تعرفش الحكاية هذه على فكره. لا ليليا تعرف ولا نور يحكي. عمريش نهار حكيت لك الموضوع هذا. انت مين الشخص؟ انا حكيت لك ليك انت نفس الشخص اللي قاعد يحكي لك. تنقول لك تقولي خليني نكمل كلامي. انه انت قاعده تستفز في ليليا بنور. جاني نور على وانتر بارونتيز بين قوسين. انت اذا كان جا عبد حكى لك حكايه وصدقته سيك فيك مشكله. ما يكون حد واحد يبقى فيه مشكله. لما يكون اكثر من حد يبقى اكيد المشكله مش فيه. لا اذا انا انت خليني نحكي. اذا كان انت سمعت بوذنك هذيا خليها يا رنا هذيا خليها معك افي يعني طول حياتك. اذا انت بالرسمي برهنت لي غلطه في روحها صدق سمعت بوذنك. انت سمعت الشخص حكي عليك صدق. اما باش يجيك اي عبد راهو حتى اقرب الناس ليك ويبدا يحبك ممكن ياسر يكون يكذب عليك. مؤامره. انا صحيح اصغر. مين بقى الشخص ده؟ خليني احكي لك. ممكن انا اصغر منك. اما انا نجم اكون مريت بحاجات وبتجارب حالات في حياتي مخ كيقف بالحق. انا نور مره جا حكي لي قال لي ليليا متغشى مني انه انا ورانا وما بعرف شو حصلوا على حكايتكم انتم ثلاثه. انا شخزرت قلت له نور قبل ما تتصرف لحكيت عليك ولحكيت عليها. كنت نجم نقول له انت اصلا علاش تحكي معها؟ ليليا عندها فاضل ورانا اصلا اكبر منك وهي طيش في روحها. كنت نجم نقول هكا لو كان انا اصلا عندي نيه خايبه. شوف انا ايش قلت له. انا لمته هو. قلت له ممكن رانا تحكي معناها تتصرف على نيتها وانت تتصرف على نيتك وليليا تتصرف على نيتها. قلت له حاول تفهم طبيعه رانا شنيا وطبيعه ليليا شنيا وكل واحد تصرف معها بطبيعته. لانه طفل ضايع كان. تعرف شنو ضايع؟ كان باش يدخل في ديبريسيون يعني كان باش يدخل في حاله نفسيه. نحب نقول لك يا رنا اللي نور ساعات ولا يغلط يقول يا رنا مش يا ليليا. نحبك على فكره. تلمون داخل بعضه. حكيت الحكايه هذيا. لا سوري لازم تقولي مين الشخص اللي انت أصلاً. الكل. إيه؟ شوف الكل. لا انت قلتي الشخص اللي جه قال لك. الكل. لا انا باش اللي معانا الكل. مين الشخص اللي جه قال لك؟ الكل. لا لا الكل ما عدا مين؟ ما عدا ممكن هذوما خاطر مانيش شوف ميسا خلينا نتكلم انا محمود. ميسا يعني كله هيجي يحكي لي نفس الموضوع ما عدا موسى وعبد الله ومحمود ويطلع الموضوع مش حقيقي. يا رنا طيب مين الشخص رنا اللي قال لك وقفوا توا قدامي كانوا عبد بالحق ورسم. لحظه أغيت انا شخصيا ميسا خلينا نتكلم. انت ما قلت انا رنا تحب نور وما نحكي ميسا سيتو بلي. انا فما 17000 كاميرات تصور فيا وكي تخرج شوف وفما ربي فوقي وانا راني ما نخاف من حد في الدنيا هذه ابارو هو. دونك كي نجي باش نعمل حاجه نحسب 1000 حساب
للي خلقني، لليك انت ولا لامي ولا لحد حد. اوكي، انا حكيت في قفاك، وكي حكيت في قفاك شنو قلت؟ قلت رانا تغزر لي في غزره غير عاديه، ورانا تستفز فيا. وقلتها لسكينه، قلتها لك وجاوبتك انا بصراحه. سكينه قالت لي رانا بصراحه ما حكيتش عليك في قفاك، ما حكيتش معايا. قالت لي هي، قالت لي رانا، قالت لي حاجه برك، راهي ليليا زاده تغزر لي، قالت لي نفس اللي تحس فيه انت تحس فيه رانا. هذاك علاش انا وقتها جيت حكيت معاك، خاطر بالرسمي حسيت اللي فما حاجه غالطه، واللي انت فهمتني بالغلط وانا فهمتك بالغلط. باهي لحظه، انا اليوم قالوا حاجه سيتو بلي لي، قالوا حاجه في السوشيال ميديا، ليليا تغير من نور، من رنا على نور. صحيح صحيح، انا نستعرف قدام الكاميرا نستعرف. انا وياك رنا كنا صحاب، تعرف انا وياك من وقتاش تقلبت الامور بيناتنا، من وقت اللي جات غنيت باشا روحك والكلمات، باشا احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي. انا ونور وقتها تدربنا عليها، تدربنا عليها، تدربنا عليها، تدربنا عليها. في الاخر انا طلعت ما غنيتش في البرايم هذاك، ما غنيتش اصلا، وغنيتها انت ونور وقت اللي كنت انت تدرب انت ونور هوني. جيت نلقاك تبكي، انت ايش قلت لي؟ قلت لي سامحني يا ليليا خاطر جبت اسمك في الموضوع. وقتها انت حسيتك، وقتها انت قلت انت تمرنت على الغنيه اكثر من ليليا، لحد انك انت ما عادش قابل انك تغنيها كان مع ليليا. انا قلت كده فعلا، انا جيت قلت لك، انا قلت كده، انا مش من النوع. انا رنا سامحني، سامحني، ما تخافش، سامحني، حتى انا ما نخافش. هذاك علاش جيت وقعدت قدامك قاعده نحكي معاك بصراحه. انا وقتها لحد وقتها ما كانش عندي معاك مشكله، والديفو هذا فيا انا وفيك على فكره، مش كان انت ما تسامحش، حتى انا ما تسامحش. والفازه هذيك ميم سي انت قلت لي سامحيني، اما قعدت في مخي، والتو قعدت في مخي. اولا ثواني اوضح لك حاجه، لحظه نكمل كلامي، خاطر انا ما حكيتش عليك. سوري سوري، انا لما قلت له ما كنتش، انت ما كنتيش اصلا معنيه بالكلام، انا كان هو اللي معني بالكلام، لان هو بيغني معايا حسيته مش عايز يقعد. قلت له نور انت، انا حاسه ان انت مش حابب تغني الاغنيه معايا. ما انا لا ده المقصود كان بكلام مش انت اطلاقا، به اطلاقا كان. اما انت قلت لي سامحني اللي تجبد اسمك في الحكايه، كنت غلطانه كمان. لحظه نور، نور نور ما تتدخلش بيني وبينها، مقصود بالكلام نور ما تتدخلش بيني وبينها، خلينا نحكي انا وياك. فانت بتقولي انا سامحه في دماغي، انا اصلا ما غلطتش فيك عشان خاطر تحطيها في دماغي. لحد وقتها رنا انا وياك كنا امورنا سوا، صح ولا ما صح؟ به بعد البرايم هذاك، بعد البرايم هذاك اوكي، انا نسيت هالحكايه، وانا في السمانه هذيك كنت على اعصابي ياسر، لدرجه اني ما عادش متحمله حتى حاجه من حتى عبد. وانا الجمعه هذيك كل يوم نتذكر شنو صار فيها، ما صارش فيها حاجات مع العباد الكل، صار فيها حاجات معايا. انت رنا من الاشخاص اللي بالحق، انت ما قلتيش لي نور لحظه نحبك برشا، لحظه لحظه، ما قلتيش لي نور ليه رنا تغني ثلاث اغاني في البرايم وانا اصلا مش حابه الاغنيه منها معاك؟ ما قلتيش كده يا ليليا؟ لحظه انا قلتها. قلتيها صح، وقلتها لكذا شخص، وقلتها انا قدام الكاميرا. اوكي، دي اسمها ايه؟ غيره؟ لحظه، ما اسمهاش غيره، اسمها ايه؟ فما عباد غنيت غنيه برك، يمكن انا ما عنديش الحق نتدخل في الحاجات هذم. انت حظك غنيت ثلاثة اغاني. انا بقالي كم برايم بغني نص اغنيه، انا شوف غيري بيغني شوف شوف ثلاثه، عمري انا ما انا اول برايم، البرايم اللي فات اني غنيت غنيتين. انا اللي مضايقني شنية في الجمعه هذيك، اني انا ما طلعتش غنيت سيرسين، وفما ناس غنوا اغنيه، وفما ناس غنوا ثلاثه اغنيات. المقصود به مش انت، صحيح مش ذنبك، ولا انا لو قلتهم يوزعوا لي لحظة على فكره، مش ذنبك، ولا انا غنيت اغنيه مش ذنبك. لحظه برك، لحظه برك، مش مبين لك اللي انا ما قصدتش انه ذنبك يا رنا، خاطر انت ماهوش ذنبك. البارح كي استاذ هادي شراره قال لي انا صوتي مبحوح، ما هو قال لي ماهوش عذر، وانت قال لك ظلموك في الغنية، انا ما قلتش رنا،
انا قلت علاش استاذ هادي شراره انا يقول لي هكا ويقول لعباد اخرين هكا، وحتى كي حكاو معايا قلت لهم انا مانيش ليما رانا خاطر رانا ما عندهاش دخل، لكن وينجموا يجيوا نور انا شنو قلت لك. لكن تتكلمي في ظهري تقولي لي رانا تغني ثلاث اغاني، انا اصلا ما عجبتنيش الاغنيه وهي بتغني. يا رانا استنى استنى استنى، شكون قال لك انا قلت ما عجبتنيش الاغنيه ورانا غنيتها معاك قبل برايم؟ شكون قالها لك؟ شاول بالحق اللي قالها لك يجي يقف قدامي تو، كانوا بالحق عبد ويحسب روحه عبد، واذا كانوا قاعد بحذانا شوف نقول لك حاجه بالرسمي اكثر حاجه في الدنيا هذه خايبه هي الفتنه والنميمه، باهي، واكثر حاجه مخليه فما حقد بين قلوب العباد. انا فما حاجه حكيتها قدام مدام كلوديا وهي قالت انا نفتخر فيكم اذا كان تعملوها بالحق خاطر الموضوع ولا يخلقني، فهمتني؟ اللي عنده حاجه من الاخر ضد عبد، سامحني خلينا نكمل نحكي مثلا لحظه، اللي عنده حاجه ضد عبد بليز يحكيها، خاطر بالحق اذا كان باش نقعدوا شايلين في قلوب بعضنا من اسابيع عارفين شو صار بالحق. العباد هذو ما نعرفش شنو البيت نتاعهم، انا الحاجه هذه ما قلتهاش، نعترف اني قلت علاش انا ما نطلعش نغني سورسين، وعلاش رانا تطلع تغني ثلاثه اغاني وانت ما انا اسمعني قلت انت ما عليكش الملام، انت ماكش ملامه، انا محطوطه في وضع وقتها ما طلعتش غنيت سورسين، انت ما عندكش حتى دخل، الحاجه هذيك بيني انا والاساتذه، انت ما عندكش حتى دخل وهذا حاجه متاكده منها، اما انا وصلت قلت الغنايه خايبه بصوت رنا لساني يتقص، وبيني وبين ربي اذا كان قلتها بوان فينال، انا هوني كلامي بالحق يقف في الموضوع هذايا، فهمتني؟ رنا انا وياك كنا اصحاب وكنت نحبك بالحق على الاخر، اما انت وصلت في فتره بالحق حسيتك قلت شبيها يا اخي، انا جد عليا اللي انت تحب نور، انا مش ممكن عشان اجي في وشك اضحك وانا عارفه انت بتقولي عليا ايه، شوف ما بعرفش اعمل كده يا جماعه، انت عارفه انت سمعت مني الكلام اللي اتقال لك، سمعته مني انا، سمعتني انا نقول لك فيها الكلام هذا، سمعتني انا نقول لك فيه، سمعتني انا جاوبني، سمعتني انا اكهو بان فينال، كي تسمعوا من لساني انا وقتها اجى احكي شويه هتقومي تديني بالقلب، لا على خاطر انا مش معصبه منك يا رنا، خاطر انا اسمعني 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 انا ممكن ازعق على فكره وهلل واعمل حوار، بس اسمعني انا متاكده من روحي، شنو قاعده انا براحه شويه، انا متاكده من روحي، لحظه ميسه ما تقصش عليا، لا 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 اسمع بالحق طلع لي العصب تو، خاطر انا اكثر حاجه نكرهها انه عبد يحكي في قفايا ويقولني كلام ما قلتوش، ليليا خليني نفهم وبالحق حسبي الله ونعم الوكيل، رنا انا مش باش نزيد نحكي معاه، انا رنا بالحق اذا كان عندي حاجه يا رنا راني قلتها لك بالحق رنا، وانا ما عندي حد شيء ضدك، اما اللي انت عندك ضدي انا عمري ما ليا عندي ضد اي حد، اللي عندك انت ضدي حلوا مع العباد اللي حكاوا لك ما تحلوش معايا انا، ثواني بس، انا عمري ما كان جوايا حاجه ناحيه اي حد، ولا عمري غيرت من حد فيكم، ولا عمري يلا ما نعمل على حد فيكم، اكمل كلامي بليز، ولا عمري اتضايقت من حد فيكم، ولا عمري فكرت اذي من حد اذي حد فيكم، ولا فكرت دي ليه تغني اثنين، مش صحيح انت فهمك قلت انا مش ولا عمري فكرت ليه دي بتغني اثنين ولا دي بتغني ثلاثه، ولا كان في بالي انا طول عمري مركزه على اللي انا بعمله بس رنا، عمري ما غيرت من حد فيكم اقسم بالله، شوف معناتي صف هي وش وصلت قالت احنا نقولوا لنور مثل انك تحب رنا على فكره، ايوه ومازلت مصره ان الكلام دوت حصل لان اكتر من حد قال لي عليه، قول لك حاجه يا رنا، شوف انا سامحني انا اكثر شخص ما نجمش نقول هالحاجه هذه، خاطر انا شخصيا نفدك احكي لهم عادي نور مع شخص اخر في الاكاديمي ونقولها قدام الكاميرا، بورتو انا عندي شخص في حياتي، اما نور نحسه شخص قريب ليا لدرجه اني بالحق نغير عليه ونستعرف بالحاجه هذه، ومستحيل انا نقول لنور مثل انك تحب رنا، انا اصلا لا لا انا موضوعي كي نشوفه معاك نفد، لا لا موضوعي دا عارف مين الاشخاص اللي حكوا، سبحان ربي بس دا عارف ما بقى تحكي حكايه، ما بقى خليني نحكي اكثر من هيك، يا رنا مقتنعه بشيء اسمه مؤامره، بدي اعرف مين حكى، مقتنعه مشكلتها يا رنا
رنا فاكر الكلمه بس انت غلطانه يا رنا انا مالها درجه مالها درجه اكثر حد صدمني ما صدمنيش حد غيرك رنا بانا بصدمك انت حد غيرك رنا كل حاجه مشكل انت معصبه كلنا معصبين ومشكل انت تنجم توجع بالكلام كلامك ياسر في قلبي هكا عليك ولا هكا طب خلينا نحكي بالحق ريت مشكلتك انت اللي بتغيري انت معصبه لا لا مانيش على حكايه الغيره تو المشكله ولات بيني وانا وياك نور ما عندوش دخل فيها خلينا نحكي خاطر بالحق اللي يحكي لك كبر لك قلبك برشا واللي يحكي لك حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي داست الاكاديميه وحياه امي الله يحرمني عن جد وحياه الله يزهر الموضوع صح قلك حاجه وحياه امي عبحلوف قلك حاجه نعاود هي لك انت معصبه احنا معصبين اكثر انت كلامك ياسر يوجع وعلى فكره انا من اكثر الاشخاص انا من اكثر الاشخاص اللي نجم نوجعك برشا بالكلام اما انا مش طبيعتي خاطر انت يكفيك اللي فيك وانا من الاشخاص اللي اذا كان حطيت عبد في مخي بشر مانيش حيوانات باش نوصل نقولوا برا مثل عليها حتى انك كلمة اما انا نحب نضر حتى حد وفما كاميرات كيما ما نحب حتى حد يضرني نحب نضر حتى حد وعلى فكره الحكايه اللي حكيتها الكل يوصل للحقد ما فماش منها للدرجه هذه ما فماش منها جمله انا حلفت بامي اللي هي اغلى حاجه عندي في الدنيا ولو اني مش مضطره باش نحلف بها على خاطرك باش نحكي لك بصراحه ما تغشش مني فهمتني اللي انا مانيش مضطره نحلف بامي على حكايه تافهه بالنسبه لي حكايه تافهه هذه اللي تحكي فيها اما انا حلفت لك بامي بون تحب تصدق صدق ما تحبش تصدق مشكلتك بالنسبه لي انا ما عندي حتى مشكله تصدق ما تصدقش ما عندي حتى مشكله انا حكيت اللي عندي ضميري بالحق عرفت اللي انا ما غلطتش في حق رنا مخك وتعرفت بالحق لا اكثر لا اكثر ما حصلش دمي منعش ليا انك بتكرهيني لا سامحني وربي يعرف اللي انا ما نكرهكش خاطر يا رنا كلمه كره كبيره ما نكرهكش وما عندي حتى شيء ضدك ما نكرهكش سميها ايه ما نكرهكش بالحق ما نكرهكش وما عندي حتى شيء ضدك ما عندي حتى شيء ضدك وما عندي حتى شيء ضد العباد اما تو بالحق ولا عندي شيء ضدك وضد العباد اللي تحكي لك خاطر بالحق انا ما حكيتش في حفاك يا رنا نسالها سؤال تحب نسالك سؤال احنا عاملين مؤامره عليك علاش ان شاء الله انت فيش احسن منا ولا انا ما اعرف ولا شنيا انا ما اعرفش انا ما اعرف حاجه سامحني خليني ليلي حي وبينك ورثه ولا حرثه باش نعمل مؤامره عليك انا شايفه تضربيني بالقلم مؤامره لازم لا ده مؤامره اللي عاملين ساعه تقولي لازم ما نوصلش للدناءه هذه نتكلم بالراحه شويه عشان ما بحبش الطريقه ازاي عشان اقدر اسمعك اقدر اسمعيني نتكلم بالراحه شويه شوف يا رنا شخص مستفز بالحق مرسي ده من مانيش مزوقه انا كي نتنرفز ما عادش الزوق يمشي حتى تربيتي تتنحى ليه شوف يا رنا اللي حابين نوضحه لك انه احنا كلنا اهلا ربي ما فما حتى حد زايد على حد حاجه كلنا كيف كيف مين الغبي اللي قايلها هيك وانا شخصيا من غير حتى حد خاطر بالنسبه لي فما حتى حد يعني كزايد عليا كلنا كيف كيف ما عندي علاش باش نغير تستاهل كلمة غبي فعلا يعني انا الوحيد الشخص اللي نغير منه انسان مريض الانسان اللي نغير منه اللي نشوفه بالحق انا غلط بليز حاجه كبيره شو؟ في خلينا نحكي الشخص اللي نحس مش اللي نحس اللي نغير منه نحس اللي هو حاجه مهمه حاجه كبيره في المجتمع هو اللي نغير منه بس احنا كلنا بالنسبه لينا كلنا كيف ما عندنا علاش باش نتامر علينا انا كمان طيب ما عندنا علاش باش نغير منه انا بعمل حكايه ذي شخصيا قلت لك ما فهمش من اللي حكيه اتحالك وقت كلامك انت عم تحكي احكي الاسماء اللي لك لا مش باش نقول لك مش باش نقول خاطر فهمش منها اصلا الحكايه ولو شخص حكي لك وحلفك انك ما تقولش راه يكذب خاطر لو كان جاي صريح فاهمين انه مش شخص واحد اللي قال لي والشخصين اللي قالوا لي ما لهمش اي علاقه ببعض يبقى انا اعمل ايه يا رنا شوف ما تحطوا نفسكم مكاني كده يا بنتي انا لو مكانك ما صدقش كان ما نسمع ما تحطوا نفسكم مكاني شخصين اللي قالوا لي ما لهمش اي علاقه ببعض عزيزتي حتى عندي برشا عباد قالوا لي زاده قلت حاجه شخصين 3 4 5 6 7 8 قالوا لي لي انت تحكي في درجه الغلط بليز ما رنا فما برشا عباد قالوا لي لي انت تتكلم في قفايا رنا وصلوا للي يحبوا عليه يا طالما مظلومك انت ما ضروريش احنا خاطر بالنسبه لنا احنا غيرنا مرتاح انت باش تقعد حالتي باش تقعد قلبك مليان علينا على فكره حسن المال على فكره باش يجيك نهار كنترول قلبك ضميرك وقتها احنا ما عم بالنا بيك وما عم بالنا بالطقس انا شخصيا
ما عندي حتى مشكله، مش فرقانه معك سواء تتغش ولا متغشش، خاطر اللي صار واللي انا حكيته عليك حكيته لك واللي متضايقه منك حكيته لك، حكيت لك كل شيء. بالنسبه لي انا انت تعرف ما يسا شنو، وكما قلت لك تقعد اختي الكبيره ونحبك لا اكثر لا اقل. لا خاطر فما لا تغلط فيا لا نغلط فيك، انا ما علاش حد على فكره حتى بعد ما تقالي الكلام انا ولا غلطت ولا لا اي حد لك معنا علاش شنو غلطت انا مش اسلوبي الغلط ما بغلطش في حد. انت يا رنا مش ماشي حاب نقول لك حاجه برك، انت ما تقبلش شكون يعطيك رايك مكتوب انت قاعده هون راح فلا لا لا روحي قعدي خلاص سمع كذا طقني ما نوصلوش للدرجه انا بدي اقعد تعب عليك قعدي عمره ما تقال لي الكلام هذا لا لا قوم ولا بديش احط ايدي عليك عشان ما نقعد حد معنا مستحيل لا ليش كثير قوي قلت كده ليه ما لقيتش اجابه في شيء مش عاجبه نور وما نور وما يسوري لي افكره مين بده مني شيء داخل وخارج الاثنين واللي هنا واللي بره ما لهمش علاقه ببعض في ناس مشوار على قلب داخل وخارج لو انتوا عرفتوا تتصدموا ازاي اوكي بس انا عشان مش محبش افتن ماليش دعوه بالموضوع خالص والله بس لا لا بالرسمي اللي حاب نعرف الموضوع وصل على اساس ايه انا قاعده وانتوا خارجين حرام والله والله العظيم على اساس ايه والله العظيم مش فاهمه على اساس ايه انا عملت لك ايه يا ليليا ده انا عايز اعرف انا نحب نعرف انا عملت لك شنو كتير كتير بالحق ربي يسامحه اللي قال لك انا حكيت فيك فيك حاجه يا رنا خاطر انا بالحق زينب انت تعرفني وانا اذا كان جيت انا قلت عليك حاجه ما نسترجعش نقول قدام مدام كلوديا بليز يا مدام كلوديا قدامهم اللي عنده حاجه يقولها رنا على فكره انت ما كنتيش ماني الشخص للدرجه هذه انا حقير باش نحكي في قفاه العباد ونجي نقول بليز احكي بصراحه ما كانش من ضروري تقولي ده انا لا كان لازم اطلع لجواي ما بعرفش ليه 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 ما بعرفش اسكت يا سكينة ما تعودتش على كده ليه تقولي كتير هيقولي ان انا غلطانه ان انا عملت كده انا عارفه ان في ناس كتير قوي هتقولي انت ازاي عملتي كده ازاي اتكلمتي بس انا كان لازم اتكلم والا كنت هنفجر مش عارفه اسكت اكتر من كده دخل اهالينا معانا وشغلهم وما بعرفش ليه بتكلم بصراحه بدات احس ان اللي حواليا فاكريني مثلا اني مش فاهمه اقول ايه ان ابويا يبقى صاحب الاكاديمي ولا لا رنا شكون قال لك انت ابوك لو احسينا ابوك لازم يتقال بس حبيب يتحس شباب اصلا الكلام ده شو العبط والغباء فيها خلاص فيها ليليا لا خاطر بالحق اللي قالوا الكلام وصلوا للبيت نتاعهم انا تصورتها تقول كل شيء الا انها تقول احنا عاملين عليها مؤامره وحكيت كل اللي جوايا وحكيت كل اللي اتقالي انا ما فيش جوايا اي حاجه مستخبيه انا اتعودت على كده طول حياتي كتاب مفتوح ما بعرفش اخبي ما اعرفش اعرف حاجه واسكت انا ما اتعودتش على كده انا اتعودت كل اللي جوايا اطلعه مش صحيح انا اتعودت مازال فما جوايا ولو لا ولو في حاجه جوايا وما قلتهاش بتبقى باينه على وشي بيبقى باين عليا ان انا متضايقه منك يا ليليا مش لازم تعرفي ليه جوايا ليه لكن باين عليا ان انا متضايقه منك ما اعرفش ابقى بحبك وبموت فيكي واوجع حضنك واتكلم قدامك واضحك وانا من جوايا متضايقه منك انا ما بعرفش اعمل كده مش شخصيتي ما بعرفش انافق حد مش صحيح كيفاش يحس مش صحيح خاطر الجمعه اللي فاتت قعدت تتصرف كيف ما انا نتصرف كي جيت نحكي معها قالت لي حتى انت تغزر لي بغدر قاعد اه ده حقيقي وانا ما كنت معاك انا مش صحيح انا عمركم ما سكينة انا ايش قلت لك قلت لها نحس في رنا تغزر لي في غزره خايبه كان جاي انا وقتها عندي مشكله معاك راني ما نجيش مع سكينة ونحكي معاها نور انت مش جيت قلت لها انا بحبك فوق قلت لك ايه هي دي من ضمن المؤامره مش انا قلت لك قلت لك كده وقت كنا احنا عم نتسلى احنا عم نقول لك بحبك وبحبك كده تسلاي هذا ده كان ردي على فكره كان ردي واضح من كل حكايه فارغه نحن قاعدين نعمل فيه خاطر احنا انفان جايين نغنيو من جايين نحبوا بعض وانا مش جاي بغيت نفهم ما بحفهموش جايين نغنيو ولا جايين احنا جايين وحب جايين نغنيو من جايين نحبوا بعضنا وجايين نغنيو من جايين نفتنوا بينات بعضنا بليز الحاجه هذه نقول فيها قدام الكاميرا جبت اخري خلاص مش قادر استحمل تعملش كده سيت انكرويابل ما توصلش ما توصلش لدرجه اني نقول النور برا مثل الحب على رنا مثلت عليا الحب وانا صدقت مش زعلت مسخري على كلامي انا ما قلتش حاجه يعني انا ما قلتش حاجه من دماغي
رنا انا نعرف انك انا ما قلتش حاجه من دماغي. شوف مش بشكل مخي المسخره والترياق. ما قلتش حاجه، مانيش نتمسخر عليك عايش اختي، خاطر انا نعرف اش خرجت من فمي، وهذه اخر حاجه كنت نتصورها، ودي اخر حاجه ممكن تطلع معايا تتقال لي. كل واحد فيكم قبل ما يطلع كده البق يحط نفسه مكاني، اوكي؟ مستحيل. انت حطي نفسك، انت عماله تزعقي وعامله هليله. مستحيل. انت حطي نفسك مكاني قبل ما تتكلمي. انا ما قلتهاش. حطي نفسك مكاني. ما قلتهاش. حتى لو ما قلتهاش، حطي نفسك مكاني. حتى لو ما قلتهاش، حطي نفسك مكاني قبل ما تتكلمي. ما نحطش نفسي مكان حتى عبد. حد جه قال لي عبد ظالمني، ما نحطش خاطر انا من طبيعتي نجي نسال العبد. ما تظلمش حد صح؟ ليه رنا؟ رنا غلطه منك. كلهم حاولوا يزبطوني بس انا بديش. غلطه منك انت ماهيش مني انا. الله اعلم. عايزه اكل يا مصعب. الله اعلم والنعمه بالله. خليها على الله. مال مازال كان باش يقول للنور برا مثل علاش شنو البيت نتاعي مثلا؟ نسالك فوق يلا. قولي شنو هي البيوت نتاعي؟ عندك بطل؟ اعطيني الهدف نتاعي من اني نقول نور مثل على رنا الحب. ما حدا راح يسالك لانه كل واحد بالحق وصلت للدرجه هذه. رنا وليليا و ليليا انت وسكينه رنا وزينب اللي حكت وراي بدكم تحبوني بس انا ما شفتش. مستحيل يا حبيبي. انا ما بوافق اصلا. مين قال لكم اني انا اصلا؟ اصلا تعبتوا معي كثير انتم بس انا ايش؟ اكيد ابو خطيب ما بوافق يعني. احم احم ما بعرفش انا كيف يحكوا وراي كلهم البنات كلهم يحبوني بس انا مش موافق. اقسم بالله ما بكره حد. مصعب بليز. انا بتفاجئ، انا بتصدم لما بسمع حد. انا مصدومه ترى. انا ديجا مصدومه من اللي قاعد يصير لي عندي توا. ثلاثه جماعه ورا بعضهم قاعدين يصيروا لي حاجات بين غناء بين برايم بين صوتي بين فما عباد برشا تصدمت فيهم. مانيش نحكي على رنا، نحكي على عباد اخرين جرحت حالها بين حاجات صايرين لبرا. رنا فهمتني جرحت حالها هون عشاني بالحق. ثلاثة جماعة هذم قعدوا على راسي واليوم بالرسمي صدمة. صدمة رنا لعيونك ليليا لعيونك ابو خطيب صدمة. ذاك هذه اكثر اخر حاجة كنت تطلع فما كاميرات تصور فيا. ليش؟ واللي قاعدين يشوفوا فيه العباد برا احنا كي باش نخرجوا باش نشوفوا. هو اذا كان اللي قال لي حد من الناس اللي قاعدين بيشوفوا برا يبقى ده معناه ايه؟ حتى انا يا رنا ماني انا ما شوف 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 يعني اذا كان اللي قال لي حد من الناس اللي قاعدين بيتفرجوا برا انا زاد إيه؟ امي قاعده لبرا وشافت وقالت لي يا رنا ليليا ليليا حد برا حد ليليا حد برا زاد قال لي نفس الكلام. قال لي اللي انت تحكي في قفايا يا ليليا ليليا الوحده اللي يعلم واللي يشوفوا لبرا هم اللي يشوفوا اكثر حاجه مش نحن اللي نشوف. يا ليليا برافو عليك انت النهايه كده يا ليليا. اساس المؤامره دي مين؟ انا حد من برا بس ده اللي حصل. وناس ثانيه من جوه وناس ثانيه من برا ما لهاش اي دخل. شوف انا مكذب الناس الكل الا اهلي. ذكر يوم اكون عندي اوكي وانا مصدقه اهلي ان اهلي كانوا حد من الناس دي. حتى انا اهلي كانوا حد من الناس دي. وحطينا فما شكون من الاكاديمي قال لي انت حتى انكم دخلتوا الاهل والاصحاب والاحباب. ايه ده؟ ايش يا ايش يا قلب؟ ايش يا ايه يا كبير على راسي. لا لا خير خير تحكينا فيه السوجي. انا بغيتكم تقولوا لي احسن مرات سؤال اهلي يا بنت الناس.